أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. في هذا الدرس حنبدأ نتعلم إيش جديد. حنتعلم كيف نعمل ريفرنس للأشياء أثناء ما هي اللعبة بتشتغل. في الدرس الماضي كنا نعمل ريفرنس أثناء ما هي لعبة واقفة. يعني أنا الآن بضغط على هاي الرملة الصغيرة وبدخل هون بضغط R على الكيبورد ليفت كليك بعمل لي إياها هون لها ريفرنس. طب كيف لو أنا في مجسم مش موجود في العالم وصار موجود في العالم، كيف أعمل له ريفرنس؟ أو كيف أنا بدي أغير لمجسم معين الريفرنس تبعه؟ حنتعلم كل هذا في هذا الدرس. ركز معي شوي، الدرس بسيط. خلينا نبدأ. بسم الله، خلينا نيجي على ليفل بلو برينت. أوبن ليفل بلو برينت. خلينا نسوي الآن شوية تجارب. بدي أسوي شوية بلو برينت أكواد نتعلم منها. خلينا نكتب input 1، نختار رقم 1. ممتاز. هذا event node، يعني لونه أحمر. لما أضغط الزر راح ينفذ لي الأوامر اللي طالعة منه. ممتاز. بدنا نتعلم على نود جديد اسمه spawn actor from class. بدي ينشئ مجسم actor جديد على العالم اللي احنا فيه. طيب ايش هو الاكتور؟ الان لما انت انشأت اللعبة، لو انت اخترت الستارتر كنت تكون معك، راح تلاقي فاير سباركس، راح تلاقي اشياء موجودة. انا اخترت انه يكون معنا الملف سباركس. اذا انت ما اخترتها مو مشكلة، انشئ اي مجسم عادي، اي مجسم ثاني. تمام. الان بدي كمان احدد موقعه، الموقع تبعه spawn transform. خلينا نجي نضيف variable نسميه spark location. ممتاز. بعد هيك باجي على البولين بختار transform. هذه transform بده الموقع. خلني اوصل هاي هون. ممتاز. اضغط compile. perfect. بفتح على هاي. طب بدي احط الموقع، وين الموقع؟ زي ما سوينا المرة الماضية بتجيب انا هذا الصندوق. طبعا هو انت بدك تعرف انه في نصه. انت ممكن تعمل حركة، ممكن تصغر هذا على الاخر هيك، ضلك تصغر فيه، خليه بالحجم هذا، وراح تعرف انه راح يطلع في نصه الشرع. ممتاز. الان خليني اطلع هاي لفوق هون شوي. اعطاني الموقع تبعه هون. بضغط بهاي المنطقة الفاضية هون رايت كليك، بضغط كوبي. بدل ما انسخ زي المرة الماضية كل واحدة لحال، بقدر اضغط هون رايت كليك كوبي، واجي هون وقف جوا السبارك هاي، اجي على هدول اضغط هون رايت كليك واكتب بيست. اضغط بيست. الان اعطاني كتب لي كل القيم. بضغط كومبايل سيف. خليني بس ابعد هاي من هون. الان لو انا بديت اللعبة وضغطت زر رقم 1 راح يبدأ يطلع لي شرع. خلينا نجرب. بدأنا اللعبة، نضغط رقم 1، لاحظ طلع لي شرار في العالم تبعنا. ممتاز جدا جدا جدا. طيب الان انا طلعت الشرار، بدي ادمره. كيف بدمره؟ لاحظ انت عندنا هون ريتين فاليو. الريتين فاليو كاتب لك بلو برينت افكت سباركس، يعني انت راح تطلع نتيجة عندنا بدنا القيمة اللي بتنتجها. رايت كليك بروموت تو فاريبل. صار عندنا فاريبل. ايش هو هذا الفاريبل؟ هو المجسم نفسه اللي هو السباركس. خلينا نسميه احنا هذا سبارك سباركس. تمام. كيف بدي ادمره؟ خليني اضغط اقول input 2. الان سويت لما اضغط رقم 2 على الكيبورد. طيب شو بدي اسوي؟ بدي اسوي destroy. destroy actor. ممتاز جدا جدا جدا. طيب مين المجسم اللي نقتله؟ اللي هو السباركس. احنا حددناه هون، عملنا variable جديد. خلينا نجيب سباركس نوصله على هاي هون، ننزله لتحت. الان خلينا نجرب compile save ونسوي start. لو ضغطت انا 1 انشأ لي الشرار، لو ضغطت 2 قتل لي الشرار. كمان مرة 1 بنشئها، كمان مرة 2 بقتلها. طب السؤال، لو انا بديت كمان وضغطت 2 2، لاحظ انا كبست كمان مرة 2 ما في شرار، وطفيت اللعبة، اعطاني ايرور. ليش؟ لانه الاكتور مش موجود. بقول لي في اكتور مش موجود، انت بتدمر اشي مش موجود. فخليني اتعلم اشي اضافي، اشي كويس كتير. ممكن انا اجي اسحب من هون واقول له is valid، اللي فيه جمع علامة استفهام. لو هذا الاشي موجود نفذ destroy، لو مش موجود ما تنفذ. ممتاز. خلينا نجرب الان، نضغط زر رقم 2، بضغط 2 2 2، بطفي اللعبة، ما حكالي ولا اي اشي. الموضع ممتاز جدا. طيب الان تعلمنا كيف عملنا شرار وحضرنا له variable، خزننا قيمته وبعدين رجعنا دمرناه. يعني القيمة هاي ما كانت موجودة قبل ما تبدأ اللعبة، بدت بعد ما بدأت اللعبة. ممتاز جدا جدا جدا. طيب
تعال خلينا نسوي كمان تجربة ثانية. بدي أخلي الشخصية تبعيتي هاي اللي موجودة هون على البلاير ستارت، بدي إياها يصير لها فاريبل. كيف؟ خليني نيجي إحنا على إضافة كاركتر شخص المجسم، نيجي على الفوليوم، نيجي على تريجر فوليوم. ممتاز، ما يحط لي إياه. طب خلينا نسحب وسحب، بمسك من هون بس حوبرميه هون قدامي. ممتاز جدا جدا. الآن بقدر أنا أتغير حجمه، بقدر أعرضه زي هيك، أنا أحفه. الآن أنا هذا المجسم صار موجود، بدي لما الشخصية تبعيتي تتصادم مع هذا الصندوق يتم يصير في إلها قيمة، يصير إلها variable. تعالوا نجرب. خليني أجي أنا هون، بدي أمسح كل هاد ولا خليها. أنا بدي أقول أنا trigger أو overlap ضغطين عليه، ضغط على هاد، نيجي هون مرة تانية overlap box overlap actor actor begin overlap. ممتاز، هاي trigger volume add actor begin overlap. لما يصير trigger volume في عمل overlap مع مين؟ هون السؤال، بدنا لما يتصادم مع اي شخصية، يعني مثلا في عندك ثلاث لعيبة في اللعبة، بدنا اي شخصية بتتصادم مع هذا trigger volume يصير لها قيمة. بضغط رايت كليك على هاي بروموت تو فاريبل. الان هذا الفاريبل اللي صار شو معناته؟ اي اكتور في اللعبه بتصادم مع التريجر فوليوم اللي ما حطيته انا قدامي راح يخزن قيمته هون جوا هاي. طيب خلينا نسوي كمان شغله عشان نتاكد انه تصادمنا معه. ممكن اكتب بلاي ساوند 2D. ممتاز، نحط صوت مثلا، في عنا أصوات، نختار explosion 1. ممتاز. الآن لما حيتصادم الشخصية، أي actor حيتصادم مع التريجر فوليوم لازم يشتغل هذا الصوت. خلينا نجرب. ممتاز جدا جدا جدا، كل ما اتصادم معه قاعد بيعطيني صوت. طيب أنا إيش اللي صار الآن؟ عرف سوينا تريجر فوليوم، اتصادمنا معه، لكن خلال الأذر actor اللي هو الشخصية تبعيتي اللي انا بلعب فيها. خلينا نمسح هاي من هون، بديش انا اسمع صوت كل شوي. بدي اعمل اشي ثاني، بدي لما بعد ما اتصادم معه بدي اغير الكاركتر تبعي انه حجمه. بجيب انا مثلا هاي، بجيب جيت، خليني يجي مثلا نقول انبوت 3. لما اضغط على الكيبورد زر رقم 3 شو بدي اسوي؟ بدي اخليه يغير لي حجم الشخصية. scale 3D. طب نسحبها من هون، scale 3D. ممتاز، بدي set actor scale 3D. ممتاز جدا جدا. الان بدي اوصل هاي هون، لما بدي اضغط زر الثلاثة لازم يغير لي حجم الشخصية للضعف. خلينا نحط 2 2 2. ممتاز، compile save. خلينا نجرب. الآن أنا بدأت اللعبة، بضغط زر ثلاثة ما بصير شيء، لكن لو مريت من جوا الصندوق بضغط ثلاثة، لاحظ الشخصية تبعيتي كبر حجمها كثير كثير. طيب الآن إيش اللي بصير قاعد معانا؟ أنا الآن بحط قاعد قيم، أنا طبعاً كبست ثلاثة كذا مرة فأعطاني الإيرور هذا. الآن إيش اللي صار؟ بعد ما تم التصادم مع التريجر فوليوم أخذنا قيمة جديدة للشخصية تبعيتنا، وبعد ما أخذنا القيمة هاي صرنا نقدر نعدل على الشخصية، صرنا نقدر نعمل أشياء عليها، نغير حجمها، نغير سرعتها، يصير في عليها كثير من الأشياء اللي أنت تقدر تسويها براحتك. طيب خلينا الآن كمان نسوي شغلة، بدي أعمل كمان نيجي خل نمسح هاي، نفصل، بدي زر رقم 2، بدي أقول له get all actor of a class. بدي استخدم هاي. ممتاز، ايش الكلاس بدي اياه؟ خلينا نقول له كاركتر، بدي كل الكاركترز، كل الشخصيات الموجوده. لو عندي شخص مجموعه شخصيات، هاي وحده واللاعب تبعي شخصيه. ممتاز، بدي هاي الشخصيات بدي اسوي عليها شيء. شو ايش بدي اعمله؟ خلينا نيجي على اوت
اكتورز، يعني كل الكاركترز الموجوده موجوده الان في الاري، احنا تعلمنا الاري. بدي اقول له بروموت تو فاريبل، ممتاز. طب الفاريبل هاد شو بده يسوي فيه؟ كمان بدي اقول له فور ايتش لوب، ممتاز. بدي اخليه كمان يعمل لي سكيل. طيب سكيل 3D، بدي ست اكتور سكيل 3D، وصل لي هاي هون، خليه يحط لي 3 اضعاف الحجم، ممتاز. الان لما اضغط زر 2 راح يجيب كل الكاركترز الموجوده في اللعبه ويحول ويعطيني الاري تبعهم، بعدين كلياتهم حيطلعهم مره ثانيه ويغير حجمهم لو ضغط زر 2. تعال نجيب هاي الشخصيه، نسحب منها نسخه ثانيه هون، نحطها مثلا هون ونجرب. الان بدت اللعبه، خليني اضغط زر 2، كل الشخصيات كبرت، ممتاز. لو انا اتصادمت، لو ضغطت انا زر 3 صغرت هاي لاني انا اتصادمت مع تريجر فوليوم. فهذا اللي سويناه. انتم لاحظوا في هذا الدرس تعلمنا انه كيف اثناء ما اللعبه بتشتغل بقدر انا اغير على الاشياء الموجوده في العالم، مش باخذ الريفرنس قبل، لا بجيب الريفرنس بعد ما تبدا اللعبه وبسوي فعاليات عليه. هيك بكون انتهى الدرس، يلا في امان الله. ان شاء الله يكون شوي الدرس هيك معقد شوي بس، لكن عيده بتفهمه، الدرس بسيط. يلا يعطيكم العافيه، في امان الله، مع السلامه، باي باي.